التهم هيك كبيره كانت عناوين يعني بدها دول يعني يعملوها مش فرد اللي هو تحريض الفقراء على مصرف لبنان والما هيبه ومكانه الدوله الاقتصاديه انا مسيت فيها وازيتها كثير هي ثالث دعوه انا بمسلها قدام المحكمه قدام المباحث الجنائيه اول مره كانت من حزب الله بدعوه مفبركه تماما خسروها ثاني مره من وزير الخارجية السابق جبران باسيل بكمان انا بحرض على العنصريه وهلا انا عم مس بكل مكانة الدولة الاقتصادية يعني هذا ترهيب نحن ب بي يعني بوضع سياسي واقتصادي لبناني منه سليم وهذا طبعا يعني ضمن سياسة الترهيب اللي عم تلجأ لها آلة الدولة والسلطة بوجه إذا بدك كل الاعتراضات الشعبية اللي قائمة اليوم كان يوم ماراثوني طويل بالتحقيق معك كيف انتهى؟ انتهى باني خرجت رحلة تحقيق بسند اقامه يعني امكانيه الاستدعاء مره اخرى موجوده؟ ما بعرف يعني كل كل شيء بيقول انه هذا لازم يحال الى محكمه المطبوعات، كل شيء كل يعني الاراء القانونيه والمحامي وكل المحامين بيقولوا انه هذا الشيء لازم يحال الى محكمه المطبوعات وهي رسميلة فخلينا نشوف يعني هالمعركه احنا والدوله لوين فينا نوصل فيها اذا كنت عم في ما يجري بمحاوله الترهيب هل ستستسلمين للترهيب؟ لا أنا إلي أحاكم هون وعم نجر على المباحث الجنائية من سنة 2015 لا لا حأترهب ولا حيرهبوني ولا حيرهبوا كل اللبنانية يعني لأنه قضيتهم فاشلة طيب التوجه بهذا الشكل لدى السلطة اللبنانية إلى ما يؤشر خصوصا للمرحلة المقبلة يعني مزيد من القمع مزيد من تخبط الدوله ودائما التخبط بيزيد بيخلي الدوله تتجه الى القمع بس كمان الحاله الرفضيه الشعبيه كبيره وبالمرصاد